وللحديث عن التظاهرات المرتقبة يوم غد في بغداد وبقية المحافظات رفضاً لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق وإسقاط العملية السياسية، معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحباً بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلاً بكم دكتورة. أين تبرز أهمية الدعوات لتظاهرات يوم غد في بغداد وبقية المحافظات، وبماذا تختلف عن سابقاتها؟ نعم، أولاً أهمية هذه التظاهرات هو لأن الوضع في العراق يعني لم يعد يحتمل أي استمرار لهذه العملية السياسية الحالية في العراق. الأحزاب والميليشيات المتسلطة على العراقيين، وتسوم العراقيين كل يوم أسوأ أنواع العذاب. الحالة المأساوية يعني التي يعيشها الآن الشعب العراقي من إهدار لجميع حقوقه وحتى لأبسط حقوقه، والتي أصبح من الضروري إيجاد حلول لها مع هذا الفشل الحكومي وهذا التواطؤ مع الميليشيات من أجل يعني إجهاض أي نهضة وأي تقدم للشعب العراقي وأي تحقيق للمطالب. أما بماذا تختلف هذه التظاهرات عن غيرها؟ الحقيقة الكثير من يعني الأشياء قد تغيرت مع استمرار التظاهرات وازديادها في الفترات السابقة، وذلك لأن أولا وعي الشعب العراقي قد ازداد. هناك قضية أصبحت في العراق، وهناك شباب يعني يقودون هذه التظاهرات، ونحن نعرف أن التظاهرات في مختلف والثورات في مختلف أنحاء العالم تحقق أهدافها على أكتاف الشباب. إضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الشباب أصبحوا يعني يعرفون بالضبط أهدافهم ومن هو عدوهم ومن هو صديقهم. وهذا يعني أن هناك إدراك عالي لسير الأمور في العراق، وأيضا من هم الفاسدون ومن هم الذين يعني يريدون تحقيق أهداف شخصية ويريدون تحقيق أهداف لدول إقليمية في المنطقة على حساب الشعب العراقي. إذن انكشفت جميع جميع الأوجه التي كان يختلف عليها الشعب العراقي، انكشفت جميع الوجوه وأصبحت واضحة من هم العملاء ومن هم الوطنيون الحقيقيون. نعم. دكتورة، من المطالب التي يرفعها المتظاهرون منذ فترة طويلة هو تقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للعدالة والكشف عنهم ومحاكمتهم، لكن هناك امتناع من الحكومة عن تنفيذ هذا المطلب وهو متشدد بالمناسبة. لماذا تمتنع الحكومة عن تنفيذ هذا المطلب؟ لأن الحكومة لا تستطيع أن تقدم أي من مرتكبي هذه الانتهاكات وهذه الجرائم بحق المتظاهرين إلى العدالة، وذلك لأن الحكومة أصلاً تستعين وكما هو أصبح معروف في الميليشيات التي كانوا يدعون أن هناك طرف ثالث وغيرها، والحقيقة التي يعرفها جميع العراقيين هنا هي أن الميليشيات هي من تقوم بهذه الجرائم، وهي كما معروفة ميليشيات ولا أي وأذرع لطهران في العراق. الحكومة العراقية أصلا تستند وتستمد قوتها من مساندة الميليشيات لها ومن دعم الميليشيات لها. نعم. ولذلك فإن الحكومة فقط هي مجرد غطاء وتغطية لجرائم هذه الميليشيات من أجل أن تستمر في يعني السلطة، وكما هو معروف أن جميع من في السلطات الآن في العراق هم جاءوا لمجرد مصالحهم الشخصية وتلبية لعملية سياسية طائفة لا أكثر ولا أقل. ولذلك كما شاهدنا أن هذه الميليشيات يعني تهدد وتقتل وترهب العراقيين، والحكومة ساكتة لا تريد أن تقوم بأي فعل تضمن به حياة وأمن العراقيين وتضمن به يعني حقوق العراقيين، بل على العكس. نعم. من ذلك. طيب. كل ذلك الذي يصب في مصلحة الميليشيات هو من تقوم به الحكومة. نعم. الميثاق الوطني العراقي أكد أن يوم 25 من آيار سيكون يوم الشعب العراقي، إلى أي مدى
تعلقون آمال على تحرك الشعب العراقي الذي لم يمل ولم يكل في العودة إلى مطالبه وإلى الساحات مرة جديدة، على الرغم من كل ما مر به من استهداف خلال الشهور الماضية؟ الشعب العراقي أولا شعب حي وله أصالة وعراقة في التاريخ ضاربة في القدم، هو من أول الشعوب على وأقدم الحضارات التي ظهرت على الأرض، ولذلك نراه لحد الآن استمر. ومعنى أن يعني العراق يمر بفترات يعني ظلامية وفترات قمع، هذا لا يعني أن العراقي الشعب العراقي مات، بل لأن جذوره متأصلة ولأنه يستمر ويحب الحياة وينشد السلام وينشد أهداف إنسانية لجميع شعوب العالم. لذلك هذا الشعب مهما كانت هناك من عقبات ومهما كان هناك من مطاولة، نعم، هذا الشعب قادر على تجاوز العقبات، قادر على أن يستمر في تواصله وحبه للحياة وتحقيق أهدافه. ولذلك بالتأكيد يعني الشعب العراقي هو من الشعوب الحية وقادر على تحقيق جميع أهدافه مهما قال. نعم. طيب دكتورة، إلى أي مدى سيكون نجاح التظاهرات يوم غد سيكون علامة فارقة في الحراك الشعبي الذي توقف في بضعة شهور وفترات بفعل ظروف كثيرة من بينها مرور يعني الشعب بكورونا وغيره؟ نعم بالتأكيد، يعني إذا يعني حقق الشعب العراقي أهدافه، طبعا نحن يجب أن نذكر أن هذه الأهداف يعني لا تتحقق إلا بتكاتف الشعب العراقي، سوف تكون علامة فارقة لأنه سوف يكون هناك توحيد لكافة صفوف الشعب العراقي. نحن نعرف جيدا أن من أهم أسباب النجاح هو الوحدة والتكاتف والتعاضد والتعاون والمشاركة من جميع فئات الشعب العراقي في هذه التظاهرات ومساندتها، ولذلك فهي تعتبر عمليا هي تثبيت لوحدة العراق وانتصار لجميع الشعب العراقي. شكرا لك الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن.